يسمع البرلمان الحكومة أنكم بمرمى استجواباتنا. يلقم نواب تخصص استجواب أسلحة لهم ملفات يطير فيها الوزير عن منصبه، يفرك وزراء جدد أعينهم صبيحة توليهم وزاراتهم، يكنسون مخلفات وزير سابق، بعضهم تولى المنصب سائرا على دماء سلف قديم نحره مجلس النواب، وآخر ثبت قدماه في عاصفة نيابية. هذا التلويح هو تلويح بعضه سياسي وبعضه يطالب نعم بأن هنالك مجموعة من الوزراء أثيرت حولهم بعض الإشكالات مثل المساءلة والعدالة وقضايا قضائية وقضايا فساد أيضا، وأعتقد بأن الموضوع لا زال مبكرا ولا بد من التيقن من هذه الادعاءات. يتربص هؤلاء بهؤلاء، يجبرونهم على السير فوق عجينة الإدارة دون العبث بها، ينصبون لهم كمائن وفخاخ تؤدي بالنهاية إلى خلو المقعد من الذي سمع أصوات التصفيق له، وهو يدخل بلا حصانة وزير ويخرج بها من مجلس النواب، في آذان من يريد الشهرة مستجوبا ينادي بعض: أمهل الحكومة ومهديها، إن عصتكم قلموا أظافرها. طيب مهلة سنة سنتين بحكومته باختياراته، حتى على الأقل تكون هناك عقوبة ويكون هناك رقابة شديدة، وكأي إخفاق لا سامح الله نقوم عمل الحكومة وفق المعيار، لكن في نفس الوقت يكون هناك حساب. على ظهر حكومة غادرت، خطت قساوة سياط الاستجوابات خطوطها، أجهد الرجل وهو يرى حكومته تتهاوى، يمسك من يسقط منها باليسرى فيرمى في يمناه أعضاء وزير مستجوب. المهدي المنتقل حديثا إلى خارج الخضراء، ليس الأمر متعلقا بمغادرتها فحسب، بل ترك منزلا مسكونا بأرواح أموات تسمع في غرفها أصوات بشرية قبرها الشق الرقابي من البرلمان. عيادة من كيد فرق الاستجواب النيابي وحفظا لها من حظ المعاكس، يقود المهدي تشكيلة وزارية أجمع النواب عليها ذات يوم، ثم عادوا وغيروا بعضا من رأيهم فيها، يضعون المقدمات لاستفراغ مقاعد وزارية يزينونها بأسباب كانت كفيلة باقتلاع سابقين لهم. سلمت فاضل الرشيد، بغداد.